ده عباره عن نيو كومبلكس ميديتد. طب ما احنا كل اللي خدناهم كان فيهم حاجات نيو كومبلكس او زي ما احنا اتفقنا اوتو اميون، مش كده؟ ما فرقتش كتير. دي عباره عن نيو كومبلكس ميديتد فاسكولايتس بيحصل فيها انفلاميشن اوف ذا بيسل وول. اني بيسل وول بتاخد سمول وميديم. دي صراحه بقى جايه تقول لك انا سمول وميديم، طب اللارج؟ لا اللارج مش كومن انها تتاخد خلاص. وبيكون معاها كومبلمنت اكتيفيشن. مين اللي بينديوس الباثولوجي ده تفتكروا؟ هي الكرايب. خلاص يعني بيبوظ الدنيا وجود الكرايب. وانس الاميونوجلوبولينز موجوده تروح لما بعضها وجايبه كومبلمنت وقاعده في البيسل بول تعمل فيه اللي هي عايزاه. اني بيسل بول يا جماعه؟ السمول والميديم. طب واللارج؟ لا مش كومن. خلاص اذا هي باثولوجي. طب هي بتعمل انفلاميشن بس ولا البريسبيتيشن ده ليه مشكله؟ ما كلها بريسبيتيت في البرد دي مشكله لانها بتزود لك الفسكوستي بتاعت البلد. في واحده من اللي انا شرحتهم المره اللي فاتت قلت لك البلد فسكوستي بتزيد، فجبت سيره حاجه من كده خالص. طيب ايه انواع الكرايبلوبينز؟ قال لك ان في ثلاث انواع. اول نوع ده عباره عن مونوكلونال. يعني ايه مونوكلونال؟ يعني نوع من الميونوجلوبولين سواء كان جلوبين جي او ام او ايه، خليه اللي بتفرزه من خلايا جسمك ولما يجي يتفاعل يتفاعل مع حته معينه او يمسك يعني حته، بيمسك في حته معينه من السيل مش اي حته. خلاص يبقى دي حاجه محدده. نوع من الخلايا بتفرزها ولما تيجي تتفاعل عشان تعمل نيو كومبلكس تنقي حته من خليه معينه تمسك فيها. ماشي؟ طب دي عيبها ايه؟ عيبها انها بتبقى موجوده في حاجات مالجنت، دي ما تجيش بنايم ابدا بقى. يعني انا لو لقيت عيان عنده مونو كلونال كرايوجلوبلين عرفت ان عياني ده يا اما هيطلع جولد مش برانس ما اعرفش هتروح في الاونكولوجي او في الهيماتولوجي او لا، ده نوع من البيلي اجريسيف مالجنسي او المنطب المايلوما، سمعت عن المنطب المايلوما، او انها ممكن تبقى موجوده مع النون هودجك الليمفوما او مع الكرونيك ليمفاتيك لوكيما. خلاص يبقى المونوكلونال دي اوحش واحده فيهم. ليه؟ لان وجودها يدل على وجود مالجنسي. لغايه كده الكلام واضح؟ طيب نيجي بقى لتايب 2. طيب تو ده عباره عن ايه؟ برضه مونو كلونال اميونوجلوبولين ام، واخد بالك ازاي؟ زائد بولي كلونال، يعني معاه الاثنين، معاه المونو ومعاه البولي. واضح؟ ايه بقى كلمه بولي كلونال؟ بولي كلونال يعني اكتر من خليه تفرزها. طب ولما تيجي تمسك تمسك في اكتر من حته في الخليه. ماشي؟ يعني معنى كده ان المونو محدده ومستقره وعارفه نفسها راح فين؟ لانها مالجنت. انما الثاني معاه من ده ومعاه من ده. خلاص معاه مونو كلونال ومعاه بولي كلونال. طب والنوع الثالث؟ كله بولي كلونال. ماشي؟ طيب اثنين وثلاثه دول بيتسموا ايه؟ قال لك مجازا بنسميهم ميكسد. طب تفتكروا ليه كلمه ميكسد جت؟ عشان فيهم النوعين. واحده معاها مونو كلونال وبولي والثاني معاها مونو كلونال بولي كلونال، انواع كتير. خلاص؟ فاذا معنى كده ان كلمه ميكسد يبقى انت معاك اكثر من نوع من الاميونوجلوبولين. لكن لما اقول لك مونو كلونال انت معاك واحد. طب الميكس ده بقى ميزتها ايه؟ التوهان. يعني ايه التوهان؟ يعني ممكن تبقى موجوده في انفكشن. فايرال، بكتيريا، بارازيت عادي. ممكن تبقى موجوده في اوتو اميون ديسيز، يطلع اوتو اميون ديسيز ده روماتويد ومان، سيستميك لوبس ومان، جوجل ومان، سكلير ومان، درمان ومان، ما فيش مشكله. او يطلع مالجنت برضه، واخد بالك ازاي؟ نوع المالجنس اللي بيجي فيه بيجي بقى في حاجات محدده. المارش ارزونا ليمفوما، نان هوجيك ليمفوما، ليمفو بلاستيك لوكيميا، واخد بالك ازاي؟ نوع من انواع اللوكيميا غير الليمفاتيك لوكيميا، في بعض الانواع اللي اسمه ليمفو بلازما سيتيك لوكيميا ده بيبقى موجود في بعض العيانين. ماشي؟ يبقى معنى كده مين الاخطر؟ تايب 1 ولا الميكس؟ تايب 1. تايب 1، ان تايب 1 ده بيشاور لك بيقول لك خلي بالك انا مالجنت. انما تايب 2 والثلاثه، اثنين وثلاثه يعني هنسميهم مجازا ميكس، لا بيقول لك انا ممكن موجود مع انفكشن او مع او مع حاجه اوتو ميون او مع مالجنس، فانت لازم تبذل مجهود عشان تشخص الحاله. ماشي يا جماعه؟ لغايه كده الكلام واضح ولا الكلام ضاع؟ يبقى البدايه وجود الكرايب. طيب ده نفس السؤال تاني، اصل هم كانوا عايزين المحاضره بهذه الطريقه الغريبه. نعم عليك. الباثوجينيسيس بقى اللي انت فهمته من اللي انا قلته الكلمتين اللي انا قلتهم اول المحاضره دي، ان انت عندك كام باثولوجي او باثوجينيسيس ممكن يحصل لنفس العيان. نعم. هايبر فيسكوستي، واخد بالك نتيجه انها تقيله. خلاص والحاجه الثانيه انها بتستدعي، واخد بالك ازاي؟ انتجن تمسك فيه بتعمل لك اميون كومبلكس وتبوظ لك اللون. فبس اللون دكتور
بقول اتفضل انا اسف انا مش قصدي اتفضل انا اسف ازاي انت بتتكلم معايا هو قاعد عامل ماشي طيب يا جماعة دخل دلوقتي يا جماعة برضه عشان تعرفوا ان كنا بنتكلم في ايه؟ مش عيب يعني كنا بنتكلم عن الباسكولايتس كمان المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة اللي فاتت اتفقنا ان الباسكولايتس هي عبارة عن اوتو ميديا انفلاميشن وسبيس البول وقلنا لكم ان في منها ثلاث انواع كبار اللارج والميديا والسمول. المرة اللي فاتت استوفينا الشرح في اللارج والميديا، اما السمول خدنا منها الانجا اسوشيتد باسكولايتس. النهارده بنتكلم عن نوع تاني اسهل سته لكنه وحش اللي هو بنسميه كرايبروبلينيك باسكولايت ده نوع انجا. خلاص كرايبروبلينز يعني ايه؟ يعني عندك ايميونوجلوبين غريبه موجوده في الدم بتاعك مجرد ما درجه الحراره بتنزل بتمسك في بعضها وتروح ساقطه وعماله بريسبتيشن في البلازما بتاعتك. اول ما الجو يدفى تروح فك. طب ايه يعني؟ لا مش ايه يعني؟ مش ايه يعني خالص، لان وجودها كونها انك بتعمل لك بريسبتيشن ات مينز هايبر فيسكوستي، فدي هتعمل سيمبتومز. الحاجه الثانيه تكون ان هي بتستدعي الانتيجين وتعمل معاك اميون كومبلكس وتعرضك في الفيسل وول وتبوظه اذا هتعمل لك طريق فاسكولايتس تايب. خلاص يبقى الراجل بتاع الكراي ده محظوظ ولا مش محظوظ؟ مش محظوظ اطلاقا، يعني عند المبصر الهايبر فيسكوستي هيجوز بمين؟ بالفاسكولايتس. ماشي يا جماعه. طب هو ممكن يبقى عنده الاثنين؟ اه ممكن يبقى عنده الاثنين. طيب وان اشهر حاجه او اكتر واحده يبقى البرزنتيشن بتاع الهايبر فيسكوستي، لكن هل يمنع نيجي فاسكولايتس؟ لا ما يمنعش. تايب 1 وتايب 2 فيهم فاسكولايتس اللي احنا بنعملها الكبير اللي اسمه كرايبروبلينيك فاسكولايتس. طيب العيان بيجي يشتكي من ايه؟ ممكن يجي يشتكي من سمبتوم عن فاتيك. ماشي، احنا قلنا كل امراضنا من يوم ما شفتوني وانا بقول لكم فاتيك وماليز وبوني اكس ومش كده؟ طيب المشاكل مش كده بقى، المشاكل في كوتينيوس مانيفستيشن واضحه هي بتيجي تروح لسمول فيسل. السمول فيسل دول احنا اتفقنا موجودين في مين؟ معظمهم في السكن. تيجي على السكن هوريك المناظر بقى تعمل اللي هي عايزاه، تعمل لك نوع من انواع البربرا بس مش البربرا بتاعت الاي تي دي، لا دي بربرا بتبقى بلبر بربرا، ده عباره عن انفلاميشن حصل في السمول فيسلز ربشرت وعملت لك المنظر اللي انا هوريكم ده، فبتبقى اسمها بلبر بربرا. واخد بالك ازاي؟ او فاسكوليتك بربرا، دي حاجه ثانيه خالص مالهاش دعوه بالبربرا بتاعت الاي تي دي ولا بليتلت. يعني الراجل ده انا لو عملت له بليتلت هلاقيها نورمال. الا لو كان لوكيميا دي قصه ثانيه. لكن احنا بنتكلم على بتاعي انا بتاع الفاسكولايتس ده عنده نوع من انواع البربرا الغريبه. وهنشوف شكلها. ومش بس بربرا، هي ممكن تعمل حاجات ثانيه مور اجريسيف. هي ممكن تعمل لك اكستنسيف اريا من سكين نكروسس. طبعا ما هي مش بوظت لك البلاد فيسل وول. خلاص ادي حاجه، مش كده بس، هي ممكن تعمل لك جانجرين. تعمل جانجرين في تو، تعمل جانجرين في سكين براحتها. ومش بس وكده، تعمل لك اكستنسيف ألسريشن، تعمل لك نوديولز، تعمل لك ارتكاليا لايك ليجنز. خلاص يبقى هي بتعمل لك وايد ستريت مانيفستيشن من السكين افكشن. ليه؟ لان ده واحد من الحتت الحلوه بتاعتها اللي فيها سمول فيسل فتقدر تقفلها وتعمل فيها انفلاميشن وتجيب لك كل الانواع وهنشوف الصور. طيب انا مش قلت لك ان الماده دي في الشتاء او في الساعه بتتجمع؟ طيب تتوقع العيان ده في الشتاء يشتكي لك من ايه؟ رينوكس او يشتكي لك من اكروساينوزس. طب هو في فرق بين الرينوكس والاكروساينوزس؟ اه اكروساينوزس يعني الراجل يقول لك ايديا زرقاء انتهى وبرسيستنت. بص يا دكتور ايد عامله ازاي؟ زرقاء. امال الرينوكس كان بيبقى ايه؟ نعم السمع ايوه. بيجي بقى يقول لك ده في الشتاء يا دكتور ايديا بتلون عليا، الاول تبيض وبعدين تزرق وبعدين تحمر، وساعات تبقى زرقاء وحته بيضاء، وساعات تبقى زرقاء وبيضاء وحمراء، مش انا وريتكم الصور؟ انما بتاع الاكرو جاي يقول لك بص يا دكتور الصابع زرقاء، الايدين زرقاء بس. بتوجعك؟ لا. بتيجي امباوتس؟ لا. واخد بالك ازاي؟ يبقى هو ده الفرق بين الاثنين. ماشي. جوينت مانيفستيشن اه ممكن يكون في عنده ارثرالجيا او ارثرايتس، بس كومن ارثرالجيا بتأفكت النين والفينجر والانكل وساعات بتاخد الباك. طب نيورولوجيكال مانيفستيشن ده دي الحته بتاعتها بقى، كل الحاجات اللي ممكن موجوده فيها سمول فيسل زي البريفرال نيرف ممكن تعمل لك بيور سنسوري بوري نيوروباثي او سنسوري موتور بوري نيوروباثي او مونو رايتس مالتيبلكس او بريفرال نيوروباثي. مش ده الكلام اللي سمعناه في الباسكولايتس؟ حلو. طب السي ان اس، في سمول فيسل في السي ان اس ما عندهاش مشكله تعمل لك انبليجيا، تعمل لك كوما، تعمل لك انكيفالوبس، تعمل لك سيشوز. اذا معنى كده انها ممكن تاخد سمول، وفي السي ان اس ممكن تقرب من لارج دليل انها عملت لك الميجنيشن. انا اول المحاضره قلت لها هي وديسيتي بايه؟ سمول اند ميتر. قلت لك لكن اللارج مش كومن يتاخد،
الحته الوحيده اللي ممكن تتاخد في اللانش السي ان اس انها تعمل لك الميليشن. طب دي كومن؟ لا دي مش كومن. كومن البريفرنت ميرور. ماشي يا جماعه؟ لكن مفيش ما يمنع ان العيان ده يجي لك سيرجوز. يعني ايه سيرجوز؟ يعني يكون بالجنس. واخد بالك؟ ممكن يجي بكومن. ماشي؟ ممكن العيان ده يجي لك ايه؟ خلاص بس كل ده وارد في العيان ده بتاع ايه؟ برايم ريبينيميك باسكولايتس. طيب. بالنسبه للرينال، الرينال ممكن يجي بايه تفتكروا؟ خدنا السمول بس الباسكولايتس ده عارفين بتعمل ايه في الكبد. خلاص يجي لك جلجومينر فرايتس. الجلجومينر فرايتس دي شكلها ممكن يبرزنت بايه؟ نيفريتك سندروم مفيش مشكله، نيفروتك سندروم مفيش مشكله، هايبرتنشن بس مفيش مشكله. رينال فيلير وارد، اجريسيف ديزيز دخلت رينال فيلير. ماشي؟ طب على مستوى الجي اي تي اللي حصل في اي من السمول باسكولايتس هيحصل في دي بار. ابدومينال بين يطلع ميزنتريك باسكولايتس، الميزنتريك باسكولايتس مفيش مشكله. جيودينال باسكولايتس مفيش مشكله. بانكرياتايتس مفيش مشكله. واخد بالك باسكولايتي بوليسيستايتس اللي قلت لك عليها مفيش مشكله. خلاص اذا هي ممكن تاخد اي حته في الجي اي تي بس دول النوست كومن. طبعا على مستوى الهارت ممكن تتبوظ الفالف. ممكن تعمل كورونري باسكولايتس ويجي لك العين بمايكارديال انفارشن، ممكن تعمل بيريكارديتس، ممكن تعمل كونجستيف هارت فيلير. على مستوى اللنج الفيولر هيموريج. انفلاميشن في السمول فيسل بتاعت اللنج بتفرقع ويجي العين بيخرج دم، بيبقى اسف بيبوح دم ورينال فيلير. فاكرين لما قلنا حاجه اسمها رينو بالمونري؟ عيان جاي من الشارع يقول لك يا دكتور ده ابني الكرياتين عالي وعمال ينهج وعمال يبوح دم قدامك ويطلع رينو بالمونري سندروم. صدره فيها الفيولر هيموريج والكدني بتاعته فيها جلومينر فرانس. ماشي؟ دي واحده من البرزنتيشنز. طيب امال الهايبر فيسكوست سندروم هيجي بايه بقى؟ الدم تقيل خلاص لان يعني في حاجه مترسبه. العيان ده ممكن يجي لك بسيفير هيبت ديزنس سيكوبا الاتاك لين اوفيجن لوس اوفيجن. طب لوس اوفيجن ليه؟ سنتر الارتري وسنتر ريتر الارتري اتقفل الفين اتقفل عادي مفيش مشكله. العيان ممكن يجي لك بليدنج بالنص او جرام ليه؟ من كتر ممكن يحصل ستيزس. واخد بالك والانترا البريشر جوه الفيسل نفسه بيزيد يفرقع. واخد بالك اللي بيبقى معاه انفلاميشن عادي بيجي لك ابستاكسس. ماشي؟ العيان ده ممكن يجي لك بديسكيا. واحد عنده هايبر بسكوتي سيندروم ينهج. ليه؟ ينهج ليه؟ عشان ايه؟ جريز جولد دام بايز هارت. واخد بالك وايه تاني غير كده؟ ممكن هو نفسه دايبر ستيت ايه؟ اسكيميا. انت لما الدم يبقى تقيل والقلب مش قادر يضخه، طب ما الدم ده جزء منه بيمد قلبك، طب انا قلبي لا قادر يضخ ولا عنده دم، طب هيحصل له ايه؟ ممكن اسكيميا ممكن يجي هارت فيلير. فيرتايتي ده واحده من البرزنتيشن المهم، يبقى معنى كده العيان ممكن يجي لك البرزنتيشن بتاعت الهايبر فيسكوسي سندروم وممكن يجي لك البرزنتيشن بتاعت الباسكولايتس. تبص تلاقي السكيل متبهدل زي ما انت هتشوف، تلاقي جي اي تي مانيفستيشن، تلاقي نيورولوجيكال مانيفستيشن، تلاقي في كارديك مانيفستيشن وعليهم كمان مانيفستيشن هايبر فيسكوسي. ماشي؟ عشان كده العيان اللي يجي يقول لك بنزل دم من مناخيري ما تقولوش روح الانف وقوزه في الاول. لو قال لك يا دكتور انا دايخ بنزل دم من مناخيري وماسك في ودني فيها طنين. واخد بالك ازاي؟ ودني فيها طنين يعني ودني وش. طب ما انا قلت لك هقول له طب السرير بيتشقلب يقول لك انا لما بضع معايا ابص الاقي الدنيا كلها بتتشقلب. ايه بقى الشقلبه دي؟ الفيرتايبل. خلاص لازم تحط في اعتبارك ان ده ممكن يكون عيان. ما دام قال لك دم من مناخيري ودايما تعبان ودني مش حاسس ان فيها وش يا دكتور لدرجه تحس مش بس بدل ما تقول له روح الانف واذن تقول له طب بس اعمل سي بي سي لا يطلع ايه؟ ليمفوما او لوكيميا. واخد بالك ازاي؟ او مالتيبل المايلوما وبتاع الانف واذن ملوش دعوه بتاع الانف واذن هيقول لك ايه؟ هيقول لك هايبريميك ميكوزا بس هتبدا انت ايه بالهايبريميك ميكوزا الا اذا كان في اثر مثلا لكن غير كده مش هيقول لك حاجه غير هايبريميك ميكوزا والعين عمال ينزل دم وانت عمال تقول انت روح الانف واذن. ماشي؟ يبقى الهايبر ديسبوست سندروم واحده من الحاجات لازم نخلي بالنا منها في الكومبليت بتاعت العيان دي. كام حاجه لغايه دلوقتي قلت لك الانف والاذن ملوش دعوه ده بتاعك انت. الفاجنا ماشي؟ ودي واحده كمان الشيلد ستراوس. واخد بالك اللي عنده الرجيك رينايتس وعمال رايح جاي عمال ينف المناخير يقول لك مناخيري سايحه وبيجي لي كرشه نفس يا دكتور وبعدين يقول لك ده في تنميل في رجلي وانت ما لقطتوش بالاول وعمال توديه الانف والاذن. خلاص؟ يبقى معنى كده الباسكولايتس دي اجود ميديكال اوف اي ان تي مانيفستيشن. العيان ممكن يجيب اي ان تي وما عندوش اي ان تي، مشكلته مش في الانف والاذن، مشكلته عندك انت في المناعه. خلاص؟ انت كنت عايز تسال حاجه دي. مش سامع. ايوه ممكن يجي له بابلون انفليست وايه المانع؟ واحد عنده هايبر بسكوس سندروم ما يجيلوش دي بي تي؟ يجيله ما يجيلوش بابلون انفليست
ما يجيلوش ترومبس في الهارت، ما يجيلوش ترومبس في اي حته في البرين، ما يجيلوش ترومبس في ايده، اي حاجه. ما هو هذا الاستوس سندروم دول الموست كومن، لكن هو ممكن يبرزنت زي فاسكولايتس بالظبط. اي يعني اي دم لما يتضغط في حته هيقفلها وده عادي خلاص. لكن انا بتكلم عن الامنت سيمبتومز دي اكتر حاجه بتجيلي على العيان ماشي. لكن هايبر ديسكوس سندروم معروف ان ممكن يبقى معاه اوكلوز مانيفستيشن، عشان كده بقول لك عنده محظوظ ولا مش محظوظ. اللي عنده مش محظوظ نهائي، اما فيلت من الفاسكولايتس ما فيلتش من هايبر ديسكوس اللي ممكن تعمله كل الدستراكشن ممكن يحصل من الفاسكولايتس. طيب ادي منظر بقى العيان ده، عيان برايمري برين فاسكولايتس. انت لو شفته اول منظر لو شفت ده انت هتقول عليه برنر صح؟ كلكم هتقولوا اي تي بي يروح يعمل، يروح يعمل في كل المعامل. يا دكتور ما عنديش بليتلت نورمال، فكر في حاجه ثانيه خلاص. المنظر ده يا جماعه لما تشوفوه ده لازم تفكر في ان العيان ده ممكن من اضعف من الصريخه في بدايه حياتك هتقول دي اي تي بي، طب ما طلعش اي تي بي. فكر بقى يعني، فكر وقول احنا خدنا المنظر ده في حاجه اسمها فاسكولايتس ماشي يا جماعه. المنظر اللي جنبه ده مور اجريسيف ليه؟ اللي ابتدى البيربرا تتجمع مع بعضها، كميه الفيسل اللي اتقفل كتير وحصل فيه ديستراكشن فابتدى ينزل تحت الجانب. ادي المنظر ابتدى الموضوع يبقى اسوء، واخد بالك؟ يبقى اكتر، ابتدى الموضوع هنا يبقى اكتر واكتر، هنا الموضوع بقى كويس. يعني ده كانه حرق، ده ممكن واحد فيك يقول انت اتحرقت، يقول لك والله ما اتحرقت. يا دكتور ده مصحيح لقيت المنظر ده في رجلي، اللي هو المنظر اللي انت شايفه ده. تصور هشام هنا ويقول لي معلش يا حسن، شافوا هنا كله شايفينه المنظر ده يا جماعه. باين؟ ايوه ده ممكن الواحد يقول عليه حق، مش كده؟ ان ما شافش يبقى ده حق. طيب المنظر الثاني اجريسيف بقى اكتر، ده خداع جدا. ليه بقى؟ لان انت لما يجي لك العيان بالمنظر ده هتقول له ايه؟ انت عندك حساسيه. بالظبط. يقول لك يا دكتور ما بخرجش، بتحرقني جدا. سمعت الكلمه دي؟ بتحرقني جدا. تقول له ايه اللي بيحرقك؟ يقول لك الليجن ده، الحاجات اللي طالعه دي كلها اول ما بتطلع ابص الاقي حرقان جامد جدا يا دكتور، وابص الاقي جسمي بدر المنظر ده. تقول له انت خدت اكلت شوكولاته؟ ما عندناش اسمه شوكولاته يا دكتور، ولا عندنا موز ولا شوكولاته ولا فراوله ولا عندي حساسيه لاي حاجه. وبقول لك ما بخرجش، بتحرق. يبقى لما العيان يجي لك بابريكانيال لايك ليجن معاها بيرنينج بين اعرف ان دي بسكوتس. اتشنج يبقى دي ايه؟ الرجي. وديها للتعيين الجلديه بقى، وديها لاي حد بتحسسني. يبقى دي معلومه مهمه، العيان اللي يجي لك عنده مالتيبل بلبوريك اربشن زي ما انت شايف كده، انت شايفها بره خلاص ماشي كده عليه، بص تلاقيها ريز. ريز يعني ايه؟ يعني مرفوعه وانا ماشي كده كان في حاجه موجوده تحت الجلد. ليه؟ مش انا قلت لك ان ده كان فيسل وانفليمد ورابشر، فعمل زي ما تكون حته هيماتوما ده اكسترافازيشن، انما البليتلت العاديه ما فيش فيها كده. ماشي ايدك على اي عيان عنده بيربر مش هتحس حاجه، لكن بتاعي انا بتاع الفاسكولايتس هتبص تلاقي كل الحمام ده عباره عن حتت عاليه. خلاص؟ ادي اول معلومه. تاني معلومه هم ممكن يفرشوا ويتجمعوا مع بعض زي ما انتم شايفينهم هنا مثلا. ادي منظر او المنظر ده. الحاجه الثانيه اللي ممكن يجي لك بمنظر ارتكاريا لايك ليجن والعين يصمم على ان مفيش هرش، يقول لك حرقان يا دكتور ده يكون حاجه بتلسعني. خلاص؟ مفيش هرش يا دكتور، وادولي طرفتين فاصل، وادولي زادتين، وادولي قفل، وادولي مفيش فايده يا دكتور. بتطلع وبتزيد وبتحرقني مش بتهرشني. يبقى دي معلومه مهمه. طيب هي ممكن ما تبقاش كده وبس، هي ممكن توصل لايه؟ ايه رايكم؟ ابستريشن وبنجريشن. خلاص؟ يبقى معنى كده انه الفاسكولايتس دي حاجه اجريسيف، رغم انها سمول فيسل لا هي ممكن تكون لك الفيسل تحصل اكستنسيف نكروزس. مش كده وبس، ممكن تجي لك المنظر اللي بيلخبط ده. ايه المنظر ده يا جماعه؟ اللي فاكر معانا من المرات اللي فاتت. لايكينو ايه؟ واخد بالك ازاي؟ يعني معنى كده طيب ايه دلوقتي كلاس؟ واخد بالك ازاي؟ دي عباره عن انفلاميشن في البيسل وود، سمول بيسل وود. يبقى هي ممكن تيجي تمنطق الدور دول كرابشن سيتابلت او يبقوا اليس مع بعضهم خلاص، او ممكن يبقوا زي دول او فاسكوليتي ماشي، او ممكن تيجي باكستنسف الستريشن، او ممكن يجي باللايفين. الحاجه المهمه والمعلومه اللي خدوها مني طبعا في واحده بس هقولها لكم، دي كل دول يا جماعه اللي انتم شايفينهم دي باينه المعلمه بشاور عليها. شايفين الحته اللي موجوده عند رجل الراجل دي؟ دي عباره عن نودولار ليجن بقت ألسريتد. خلاص كل دول عباره عن حتت نودولار ماشي، انفلامد فيسل كون حواليه رياكشن وبقى عامل زي نودول، وابتدى نودول السيرفس بتاعه يبقى جانجرين ويتقشر ويدي المنظر اللي انا مشاور عليه ده. شايفين المنظر ده يا جماعه ولا مش شايفينه؟ دول كلهم عباره عن نودولار ليجن. يعني لو مشيت ايدك على جلد الراجل هتبص تلاقي كلاكيع،
واخد بالك ازاي الكلاكيع دي البيس الوول بتاعها بعد ما ينفليم ويعملها يبقى الابر سيرفيس الغطا يبقى جانجنس ويالسبيت ويقع ماشي ويعملها كالسليشن ماشي. في معلومه مهمه هنا بقى جدا دي بقى الذكرى الخالده يعني تفتكروني بيها المنظر ده العيان اللي يجي يقول لك يا دكتور اصل كان بيطلع حاجات زي دي او زي دي وبتحرقني وبتطلع وتعدي بعد ما تقف خالص من نفسها ابص الاقي الايديا اسمها بالمنظر ده ماشي ابص الاقي في هايبر بيجمنتد ايديا اسمها عشان كده احنا هتلاقونا الريمور مثلا في المستشفى جوه معانا لما بنعاني العيان بالذات بتاع الاتش سي جي اول ما بنلاقي رجليه من تحت فيها المنظر ده يا جماعه المنظر ده هو ده هو الرجلين اللي هي فيها بقعه بني وبقعه بيضاء يعني هايبر بيجمنتد اريا بنقول له ده ايه ده؟ انت جالك هايبر سيستيك فاسكولايتس؟ روح ساله السؤال ده هو انت كان بيطلع لك بقع حمراء يقول لك اه كانت ساعات بتحرقك اه وبعدين يقول لك ولا حاجه دكتور هي بنفسها بتخف وما اكتشفتش تلاقي بالمنظر ده. طب اشمعنى ماسكين الرجلين؟ يعني انتوا شفتوا صوره ايد؟ مش احنا قلنا من اول المحاضره الكرايو ميلمي فاسكولايتس بتحب الديبندنت اريا، طب الديبندنت اريا ليه؟ تفتكر مين اسقع رجليه ولا ايديه؟ رجليه هي بقى بتحب الحتت الساقعه تقعد فيها، طب هي ممكن تيجي في ايد؟ اه ممكن تبقى اجريسيف وتيجي في اي مكان بس انت لو تشوف الصور كلها فين؟ كلها رجلين لما بنعاني الوضع بتاع اتش سي بي او هيباتيتس بي واخد بالك ازاي او الليوكيميا او الليمفوما او وات ايفر نروح باصين على البيجمنتيشن اللي انتوا شايفينها دي الهايبر بيجمنتد ارياز دول واساله انت جالك حاجات زي دي او حاجات زي دي يقول لي اه اول ما خفت سابت المنظر المحروق ده سابت الهايبر بيجمنتد ارياز ماشي يا جماعه يبقى معنى كده ان المنظر ده ممكن لوحده يشخص لك العيان ان يقول اه والله ده كان جات له نوع من انواع الباسكولايتس اني نوع من الباسكولايتس سمول بيسل باسكولايتس واضح الكلام ولا صعب؟ تمام طيب لو جينا لخصنا بقى اللي احنا قلناه يبقى تايب 1 وتايب 2 هم كلهم ممكن يكون فيهم نفس البرزنتيشن بس في حاجات بتبقى اكتر في تايب 1 وحاجات اكتر في تايب 2 هو انت مش مطلوب منك انك تعرف الجدول ده انا حاطه لك للعلم بس كاني بلخص لك القصه انما تبقى عارف ان الجماعه بتوع كرايك بنيم فاسكولايتس ممكن يبقى عندهم كلينيكال برزنتيشن بتاعه الاثنين الهايبر فيسكوستي سندروم ودي اكتر في تايب 1 او كل الفاسكولايتس زيها زي بقيه السمول بيسل بس اكتر حته بتحبها مين؟ السكين واكتر حته في السكين مين؟ اللور ليم يعني دكتور هلا ما تجيش في القبر تيجي في القبر بس مش كورن يعني ما تجيش في الفيس لا ممكن بس مش كورن خلاص اكتر حته اللور ليم يعني لغايه البطن هي موجوده بعد كده تقل بالتدريج وايديك تبقى اقل لكن الاكروسينوسس ممكن يجي في ايدك والريلز تيجي في ايدك والجنجرين تيجي في ايدك انما السكين الاجريسيف قوي دايما هتلاقي في رجلك ماشي يا جماعه هينفستيجيت ازاي؟ هل ينفع اعمل له انكا؟ الراجل ده اعمل له انكا يعني ولا اعمل له ايه؟ واخد بالك الراجل ده عشان اثبته لازم اجيب الكرايو لازم ادتكت الكرايو في الدم لو عملت ديتكشن للكرايو خلاص يبقى انت مش هتعرف تشخصه الا لو سمعت الجمله اللي بعدها يبقى ايفالويشن اوف ذا كراي جلوبلين مونو ولا بولي ده عن طريق المعمل انت بتطلب تيست فور كراي جلوبلين ماشي والتيست ده لازم يتعمل بطريقه صح لانها مسكين هي بتترسب في درجه الحراره القليله وتدوب في درجه الحراره ايه؟ العاليه فيبقى بتاع المعمل فاهم انت بتدور على ايه؟ ادي اول حاجه تاني حاجه قال لك فرضنا ان عملنا التيست مره واثنين مش قادرين نديتكت لو اماونت ما عندناش افيشنت واخد بالك ديتكشن السامبلينج طلعت مش مظبوطه، طب في طريقه ثانيه تخليني اقول اللي عندك ممكن يطلع كرايب؟ اه لو لقيت السيرم سي 4 قليل والرماتويد فاكتور بوستيف والسي 3 نورمال دي تخليك تقول غالبا انت هيطلع كرايب. طب اشمعنى الرماتويد فاكتور بوستيف؟ لان انا قلت لك ان انا عندي ميكس كرايب جلوبين فيها اميلوجلوبين ام المونوكلونال واخد بالك اللي شبه الرماتويد فاكتور زائد بوليكلونال مش كده؟ وحتى التايب 3 في برضه الاميوجلوبين ام ليها البروبرتي بتاعت الروماتويد فاكتور بولي كلونال ومعاه بولي كلونال تانيين ماشي يا جماعه يبقى الروماتويد فاكتور ده اساسي في العيانين لو انا بفكر في ميكسد ولا انا بفكر في تايب 1 في الميكسد طيب يعني معنى كده التشخيص اسهل تايب 1 ولا الميكسد؟ الميكسد تايب 1 ما جبتش الكرايو بتاعته مش هشخصه لازم تجيب لي مونو كلونال كرايو عشان تقول ده تايب 1
انما تايب 2 وتايب 3 اقدر انا اتاقلم مع المعمل، اقول له طب شوف لي السي 4 وشوف لي الروماتويد فاتي، طلعوا هما الاثنين بوزيتيف في وجود نيجاتيف سي 3 يعني نورمال سي 3، هقول اه والله ده انا عندي ميكسد برايمري انيميا، تطلع تايب 2 او تايب 3 مش هتفرق معايا، ان عارف الاثنين زي بعضهم في الكلينيكال مانيفستيشن. ماشي لغايه كده الكلام واضح؟ يبقى لو جالك ام سي كيو في الامتحان قال تايب 1 برايمري انيميا كود بي ديتكتد كلينيكالي او اكسبكتد كلينيكالي اه او لا؟ نو اقدر انا كلينيكالي اقدر اكسبكت او لا؟ ازاي لا؟ بقول هي كومن فيها هايبر فيسكوستي مانيفستيشن. دي اول حاجه كلينيكالي جاي لي اكتر هايبر فيسكوستي، اقول اه والله غالبا ده تايب 1. طيب في اللاب سي 4 كونسيوم روماتويد فاكتور بوستيف كود ديتكت تايب 1 برايمينيا، اقول لا طبعا لا تايب 1 دي لازم اجيب المونوكلونال انتي بودي بتاعها المونوكلونال اميونوجلوبلين عشان احمي بالله العظيم، انما تايب 1 انما تايب 2 و3 اه والله طب انت مش عارف تجيب لي المونوكلونال، طب شوف لي السي 4 وشوف لي الروماتويد فاكتور، طلعوا الاثنين بوستيف وسي 3 نورمال خلاص يبقى الراجل ده ميكس فاين، عليه العوض بقى بندور على بقيه الامراض المصاحبه دي. ماشي يا جماعه؟ طيب ايه الحاجات الثانيه اللي ممكن اطلبها؟ انا قلت لك ان تايب 1 ده ايه؟ بتاع مين؟ وانس لقيته مونوكلونال ده بتاع مين؟ انت في سكه الليمفوما والمالتيبل مايلوما واللوكيميا، يعني مطلوب منك تفحص عيانك كده وتشوف تقدر سكرين في ليفر وسكرين في ليمف نود في اي حته خلاص عشان تبقى انت ماشي في سكه الليمفوما واللوكيميا. ماشي مالتيبل مايلوما هتعمل انفستيجيشن بتاعت المالتيبل مايلوما صح؟ يعني العيان الكبير في السن اللي جاي يشتكي من بوني اكس خلاص اعمل له مسكلا ليها مليانه فيلنج افكتس ده اسمه ايه؟ مش ده بتاع المنطقه المجنونه اللي خدتوها؟ لما الاقي عندي تايب 1 كرايت خلاص يبقى ده يقول لي انا وصلت على بنزل من مناخيري ودانت وش خلاص انت تايب 1 انت جاي هايبر فيسكوستي مانيفستيشن ماشي انما تايب 2 و3 دول لازم تبقى انفستيجيتد ليه بقى؟ لان معاهم انفكشنز اهم انفكشنز في مصر مين؟ السي والبي يعني ايه ما بيعملش ايه بيعمل بسرية لكن السي والبي طب والاتش اي في طبعا الاتش اي في موجود في مصر والسيفلس والتي بي خلاص حتى الشيستوزوما اللي هو موجوده برضه بتعمل ماشي بكتيريا الانفكشن ممكن فضل الانفكشن ممكن فده بيعتمد على الكلينيكال اكزامينشن اللي انت بناء عليه فكرت التستات هتعملها ايه طب لقيت العيان ما عندوش مانيفستيشن اوف انفكشن لكن في حاجه ثانيه شعرها بتقع مفاصلها بتوجعها وعندها مبلل الراش هعمل لها ايه دي بقت ايه اسمها ايه الامراض دي نعم بقت لوبس يعني لازم اعمل ايه ان ايه ودي ان ايه وانت سبيس قالت لك لا يا دكتور ده انا مفاصلي بقوم الصبح الاقي نفسي زي الست العجوزه ومكسحه والمفاصل بتورم وتسخن وتوجعني ومتكتفه ده اسمه ايه ده؟ مين؟ الروماتويد يبقى عندها روماتويد فاكتور واخد بالك ازاي؟ واحده ثانيه قالت لك يا دكتور ده انا الجلد شادد عليا ومش قادره وبرضه عندي تعب وحاسه ان انا بنت في مناخيري وداني بتوش بس الجلد مضايقني يا دكتور في نهجات اسمها ايه؟ يبقى انت بتعمل تستات بناء على الكلينيكال بيكتشر بتاعتك. خلاص؟ ادي اول حاجه احنا قلنا الانفكشن وقلنا الاوتو اميون بقيه الحاجات الثانيه المالجنس طب انا قايله لك ان الميكس ممكن يبقى عامل مالجنس ممكن يطلع في الليمفوما ممكن يطلع في اللوكيميا. خلاص؟ يبقى الاصعب في التشخيص تايب 1 ولا الميكس اللي هم 2 و3؟ تايب 1 سهل ان انا عارف المالجنس انما تايب 2 دي و3 لازم افحص عيان يطلع انفكشن يطلع اوتو اميون يطلع مالجنس خلاص فلازم اكون حاطط ديفرنشال دايجنوسس ماشي يبقى الانفستيجيشن بناء على الديفرنشال دايجنوسس اللي انا حطيته من الاكزامينشن ومن الهيستوري طب الباثولوجي مهم ولا مش مهم يا جماعه هنا ولا عادي؟ قال لك مهم لان انت لو خدت سكين بايوبسي من المنظر ده او رينال بايوبسي انت ممكن تكونفيرم وجود الفاسكولايتس مع الاميونوفلوريسنس تقول لك ايه الحق يا دكتور ده فيه بولي كلونال ومونو كلونال بريستيشن موجودين في البايوبسي يبقى انت بعيد مين؟ بولي وبولي بعيد مين؟ تايب 3 لو قال لك مونو وبولي تايب 2 قال لك الحق يا دكتور ده فيه مونو كلونال بس موجودين يبقى تايب 1 يبقى ينفع ناخد البايوبسي اقول له اعمل لي بص لي كده على السكن ولا لازم اقول له تعمل اميونو فلوريسنس فور ديتكشن اوف اميونو بروبلم يبقى لو ما كتبتش انا الكلام ده هي مكلفه المضره بالنسبه اللي بيشتغل بيها عشان فيها اشعاع وهو بيبص على اليوم يشتغل ماده فيه مشعه فيقول لك انا عملتها من هنا و13 مش عايزها. يبقى الواحد لما يلاقي منظر للسكين ده ما ينفعش يقول له خد سكين بايوبسي.
لازم يقول له خد سكين بايوبسي واعمل لي الميولو فلوريسنس تكنيك عشان اقدر اجيب الميولو بلوبلينز. انا عايز اعرف انا مين، انا تايب 1 ولا ميكس 4. انت لو قلت لي تايب 1 هروح اعمل عين انفستيجيشن بتاعت مالجنس، انما لو قلت لي تايب 2 او 3 لا انا هقعد بقى افكر في عيان انت انفكشن ولا انت مالجنسي ولا انت اوتو اميون، وهتخليني اصلا مع العيان واقعد مده طويله مع العيان. ماشي يا جماعه؟ طيب المانجمنت بقى تفتكروا هيكون ايه؟ لو انا قلت لك تايب 1 المانجمنت يكون ايه؟ اللي هو بتاع المالجنسي. استنى. يعني العلاج، علاج المالجنسي ولا علاج ايه بالظبط؟ لازم اعالج المالجنسي. طب انا دوايا، انا مشكلتي ان انا عندي فاسكولايتس، يبقى لازم يكون انفولفد في مين كمان؟ الميونو سبريشن. لو دي ما تنفعش مع يعني المالجنسي ده بيستخدموا له بروتوكول. المايلوما ليها بروتوكول، والليمفوما ليها بروتوكول، واللوكيميا ليها بروتوكول. اقول له دول فيهم سايكوفوسفامايد او فيهم توكسيمات؟ قال لك لا، كله طب خلاص عالج وهندخل دول معاهم لو عالج ما استجابش. يبقى المين تريتمنت از ايه؟ تريتمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا مالجنسي. طيب نيجي بقى للنوع الثاني. لو العيان دون عنده اتش سي بي، انا قلت لك الاتش سي بي ممكن هي نفسها تعمل لك ميكس ترايبلوبين، اعمل ايه؟ لازم تعالج الاتش سي بي، واخد بالك ازاي؟ وتعالج الفاسكولايتس. طيب لو العيان بتاعك جايب الجيورال هيموج رابيد بروجريسيف جرمين نيفرايتس، ده عيان استنى عليه عقبال ما اقول له طب الاول اعمل لي الليفل بتاع الفيروس، وبعدين لما نشوف الفيروس هناخد فيه ايه، وبعدين نبقى ناخد الميكروسبريشن. برافو عليك. قال لك العيان بتاع الاتش سي بي هو طلع بوستيف خلاص، وانت قلت اتش سي بي اسوشيتد نيكس ترايبل بنيمي، وعيان جاي اجريسيف يعني جاي رينال فيلير بقى الفيورال هيدروج مو تايم تو ثينك، ابتدي الاميونو سبريشن وبعدين ابقى اديله انتي بايلوت. طب طلع مين؟ ده حظه نايم بقى. ليه؟ لازم ياخد البي علاجه الاول، ابتدي علاج البي الاول بعدين عيان. طب افرض ان انت عالجت العيان ده بالميونو سبريشن هو بي، يبقى البي ان شاء الله شعل ودخلت العيان في فرن انتي بطلس. خلاص يبقى ده الفرق، ان انا عيالي لو سي انا مستريح. يقول لك ده انا سي يا دكتور، قول ولا يهمك هتاخد برضه علاج الميونو سبريشن. ده كورتيزون يا دكتور، قول ما تعملش حاجه. ده التوكسيمات بالعكس، التوكسيمات ده بيحسن السي اللي عنده وبيخلي استجابته للدواء احسن وبيمنع الفلير. لكن لو بي انت مطالب انك تعالج البي الاول، تاخد علاج البي وبعدين ان شاء الله تدي الميونو سبريشن اللي انت عايزه. ماشي يا جماعه؟ طيب لو العيان ده اتش العيان ده اس بي اعمل له ايه؟ هو نفسه هو الميونو سبريشن بالستيرويد مع الميونو سبريشن. طب العيان ده الماتويد اللي ايه ده؟ طب لازم ده لازم هيدروكسيكلوكين، ده ما فيهوش فصال، احنا اتفقنا هيدروكسيكلوكين ده بدايه صراحه الكلام ده اس بي هيدروكسيكلوكين. ماشي؟ لكن هنتكلم عن المانجمنت، هيفرق؟ هتبقى موت اجريسيف حسب الاكريشن بتاع الديزيز بتاعك، خلاص؟ طب روماتويد نفس الكلام، سيستميك لوبس نفس الكلام، طب انفكشن بقى؟ يعني العيان ده طلع عنده بكتيريال انفكشن. علاج اتش اي في. طب اتش اي في؟ علاج الاتش اي في. طب التي بي؟ علاج التي بي. سيفلس علاج السيفلس. خلاص؟ يبقى معنى كده البكتيريا والفنجر والبارازيتك علاجهم هو علاج المرض ده. انما السي والبي مختلفين. السي والبي هياخدوا امينو سبريشن، بس الراجل لو بي لازم ياخد علاج البي الاول. لو سي ممكن مفيش اي مشكله، تديله الامينو سبريشن بعدين يبقى تديله السي لما ربنا يسلمه. ماشي؟ طب لو مالجنانت هياخد علاج المالجنانت، واسال الدكتور طب انت هتديله حاجه من الحاجات المهمه بالنسبه لي سايكلو او التكسو التوكسينات؟ قال لك اه خلاص اللي مفهوم علاجها التوكسينات، يبقى توفر عليك المجهود. ماشي يا جماعه؟ يبقى الاميونو سبريشن ده ملخص الكلام اللي انا قلته، العيان اللي جاي اجريسيف ديزنتريك اسبلايتس ده من جزء من الفرايتس الفيورال هامرج، مفيش وقت تفكر اميونو سبريشن الا لو كان بي بي ده معلش ياخد الاول، يبقى بعد بي الاول الدايركت اورال، وبعد كده ربنا يسلمه ان شاء الله يبقى يعمل بعد كده بعدها بكام يوم ياخد. طب ده اجريسيف تدي الاثنين مع بعض، انما ما ينفعش معايا ياخد بلس ستيرويد واندوكسان من غير ما يكون بالع دواء الهباتيتس بي. ماشي؟ انما في السي الموضوع مختلف. خلاص؟ كل بقى الكلام اللي انا قلته ده هو اللي اتشرح او اللي انا قلته في الجدول. طيب السؤال الاخير بقى بالنسبه لي، لو انا قلت لك تجميعات التراجع، على فكره دي التجميعه الاخيره بتاعت الكراجلين، وده منظر البريسيتيت اللي بيبقى موجود في الانبوبه، الراجل هو بيعمل بيلاقي قبل الابيض. واخد بالك ازاي؟ لما بيكون
درجه الحراره العينه يبص يلاقي ماده بيضاء اترسبت من السيروم بتاع العينه، اول ما يدفيها بالايديه ب 37 يلاقي كلها بقت لونها اصفر زي الجزء الفوقاني. ماشي يا جماعه؟ تخيل نفسك انت ده الدم بتاعك. انت متخيل ان الحته البيضاء دي هي عباره عن الحته اللي الدم بتاعك شكلها. مركز؟ يبقى ده كواجلان بيعمل لك كل المصايب اللي في الدنيا، هايبر فيسكوستي وثرومبوزس وكل حاجه. خلاص؟ طيب يبقى دي منظر الامبول. الحاجه الثانيه طبعا اسباب زي ما اتفقنا ان احنا عندنا مشكله ان لما حسب النوع تايب 1 يبقى انا بتكلم في مالينجنس ومريح نفسي قوي. تايب 2 و3 بنتكلم في انواع كتير، انفكشن واخد بالك ايا كان الانفكشن. بس الموست كومن سي والبي موجودين في مصر اتش اي في والسيفلس والتي بي. خلاص؟ وبكتيريا الانفكشن بقت جايه لنا من الهواء. خلاص ادي حاجه نمره 2 اوتو اميون مانيفستيشن ديزيزز اشهرهم الاس تي والروماتويد والاسكليرو والجوكر. بعد كده نخش على الجزء الثاني المالينجنسي الليمفوما واللوكيميا، هم برضه بيحبوا الليمفوما واللوكيميا. الانفستيجيشن بتعتمد على ان انا لازم اجيب الماده دي، انا جبت الماده دي في السيرم بصيت المنظر ده انا حققت الغرض، لازم احللها بقى دي تايب 1 ولا الميكسد عشان اريح نفسي. طيب الكلينيكال برزنتيشن اتفقنا معايا ده ممكن يجي اي زي اي باسكولايتس، بس اكتر حاجه بيحبها مين؟ السكن. انهي حته في السكن؟ اللور ليم. اشمعنى اللور ليم؟ الديبندنت اريا والسحب، يعني ما يجيش في ايده؟ لا هيجي في ايده، ممكن يجي في اكتوزايموزس وسكن مانيفستيشن. احنا بيجي لنا عيان محله كله، واخد بالك ازاي؟ العيانين بتوع صاد اكيوت بكتيريا انتربرايتس ممكن يبقى معاهم برايم ويجي العيان عباره عن بولي وارسليشن في ايديه ورجليه، واخد بالك؟ واحنا بنقول ايه ده الدرايف رياكشن. واخد ناخد العينه يقول لك لا ده العيان ده عنده ميكس درايف ليكوليميا نتيجه الانفكشن. طب الراجل ده هيتعالج بايه تفتكروا؟ هجدي له اميون سبريشن؟ انفكشن يعني انفكشن، علاج الانفكشن. خلاص طالما ان هو مش سي ولا بي ولا تي بي خلاص يبقى علاج الانفكشن. التي بي ليه علاج والسيفلس ليه علاج والاتش اي في ليه علاج. البكتيريا ليها علاجها والفنجس ليها علاج، انما السي والبي اميون سبريشن زائد علاج الفيروس. خلاص البي ما ينفعش امد ايد الاميون سبريشن من غير ما اكون مدي علاج الفيروس، انما السي طالما عيان اجريسيف لا انا هدي الاميون سبريشن وانا مطمن وبعدين ابقى عليه الفيروس ان شاء الله. خلاص؟ طيب لو قلنا نعم. نعم. عايش يا دكتور عادي صوتك بس. ليه ما هم لقوا ان عيانين بيبقى عندهم انفكشن دول بيستجيبوا للتريتمنت اوف ذا انفكشن، واخد بالك؟ انا لما يكون عندي ستريبت كوكر مثلا ديمو حلو اروح انا اديله باص ستريبت اوكسام ده العين بتسكين ده خلاص لقوا ان الباثوجينيس بتاع المرض ده رغم ان هو انديوسد بالانفكشن لما العين بتصلحه الانفكشن بيتحسن، واخد بالك ازاي؟ انما العيان الثاني بتاع اتش سي بي او البي لا هو عارف ان ده مرض مجنون، البي والسي يلمسوا البي سيل ويعملوا ستيميليشن لاوتو اندجن ويفضل الدايره دايره مع اميون كومبلكس فورميشن. لازم ارست، ارست مين؟ لازم الانفكشن دي تقف وانا ارست البروسس دي الاميون سبريشن، واخد بالك ازاي؟ دكتور هي نعم. الانفكشن هي اللي عامله المشكله ولا هي جت عنده الانفكشن سواء كانت بالسي او البي او البكتيريا او السيفلس او التي بي او الشستيزوما، الانتجن اللي طلع هي اللي بتعمل اريتيشن للبي لينفوسايت. البي لينفوسايت بقى مذاكره طلع لك مونو كلونال وماله، بولي كلونال وماله، واخد بالك ازاي؟ تعمل لك ميكس ما بين البولي والمونو ما فيش مشكله. خلاص هو ده اريتيتد اميون سيستم. ماشي؟ لو انا قلت لك برايم ريمينيك باسترايتس اس ده بقى اسئله بنحلها مع بعضنا. انكي استريت باسترايتس. لارج بيسل فاسكولايتس الحمد لله. سمول اند ميديوم سايز بيسل فاسكولايتس الحمد لله. لا اله الا الله. كلينيكال بيكتشر اوف برايمري ريمينيك فاسكولايتس اولموست سيمتوماتيك. لا العيان ممكن يبقى عنده لسه ما عندوش شويه فاتيج بس. طيب هايبر فيسكوستي سندروم حلو. كوتينيوس رينال نيورولوجيكال مانيفستيشن غلط؟ صح. كلو فور دايجنوزس اوف برايمري ريمينيك فاسكولايتس وجود الاي ان اي والدي ان اي والروماتويد فاكتور. برافو عليك. براي جلوبلين ديتكشن از سير هي دي روماتويد فاكتور بوستر اند لو سي 4 دي هتشخص مين؟ الميكس. لكن مالهاش دعوه انا كتبت لك السؤال الكبير، انا قلت لك تراي جلوبلينيك فاسكولايتس عشان ما حدش يقول لك الله ما انت قلت لنا، انا قلت لك في الميكس. انما السؤال ده سؤال مفتوح بيقول لك تراي جلوبلينيك فاسكولايتس عشان احلف بالله العظيم ثلاثه دي تراي جلوبلينيك فاسكولايتس لازم الاقي كراي جلوبلين ولا الاقي لا لو ليفل اوف سي 4
والوطاية خط البوستر هترد؟ لازم هتلاقي برايم، لأن السؤال الكبير عنوان إيه؟ برايم ريبليميك باسكولايتس المحاضرة، يعني تايب 1 وتايب 2 أند 3. طب يعني اللي يعلم عن الجملة 3 ده يبقى إيه؟ رد؟ مش فاهم. يبقى مش فاهم، هو سمع حتة لكن ما سمعش الباقي. خلاص؟ يبقى أصعب واحدة في التشخيص تايب 1 ولا تايب 2 أو 3؟ مين الصعب يعرف التشخيص؟ مين اللي ليها مؤشر تاني أو دليل؟ طيب يبقى أنا أصعب تايب 1 ولا تايب 2 أو 3؟ تايب 1؟ المكانش المعمل يدلك يقول لك مونو أنت غرقان، إنما تايب 2 أو 3 المعمل ممكن يقول لك خلي بالك أنت عندك الموضوع يتفكر هايلي بوستر والسي 4 إز كونسيوم والسي 3 إز نورمال. أشهد أن لا إله إلا الله ده ميكس برايم، أدور بقى براحتي أو أشوف العيان وأشوف ده يطلع أي واحدة من دول. تقول إيه يا دكتور؟ نعم؟ استمع والله. طب ما تراجع معايا ولا من أعلى؟ أيوه في سؤال بيسأل بس. بيسأل على إيه؟ لا مش بيسأل، هي معلومة سريعة كده. إيه هي المعلومة السريعة؟ طب ما تقول لي طيب. إيه المعلومة السريعة؟ قول المعلومة السريعة. أيوة مين اللي صعب في التشخيص؟ تايب 1. برافو عليك، تايب 1 لازم ألاقيه، إنما تايب 2 و 3 أنا ممكن عليا مبشرات أو دلائل، هو اللي خلي بالك هيكون فيها. ماشي؟ طيب. المحاضرة دي أساساً سهلة، المحاضرة اللي جاية بقى المفروض برايمري سي إم إس أسبيرانس، عندكم استعداد تسمعوها؟ لا 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 أكيد. طيب خلاص يبقى إن شاء الله بإذن الله هنتقابل بعد الأجازة، بعد أول التحدي. في بس سؤال عم اقوله تاني. الدكتور اسامه قال لي ان انتوا المفروض بتغيبوا 4-1 تقريبا مش كده؟ بالظبط. طيب هتبقى في محاضره البرايمري سي ان اس بسكوتس وبعد كده هيكون في كلينيكال. تفضلوا ان يكون 2 راوند انا مش عارف يبقوا راوندين ولا 3. اتفضل يا اسامه. الدكتور احمد مندوب قال مش عارف. طب ما تيجي نتكلم ممكن اخد المحاضره دي اونلاين. دكتور احمد مندوب ان شاء الله قال الروماتات الكلينيكال روماتولوجي هتبقى هنا في القاعه وهيبقى في حالات. لحد ما هتخلصي تشوفي هيكون كام راوند مع حضرتك يعني تخلصي. لا انت هتحضرها. عايزين نبقى ما نحضرش مثلا محاضره اللي فيها حاجه صعبه تتقال تاني ولا نشوف كلينيكال بيشن. نعم؟ محدش عايز يقول اي محاضره